استحي هالكاس مرة. إذا قلت استحي هالكاس مرة السلم فيها جبين العرش مرة. لا يا أخي الحرب مطلوبها بالعمر مرة السلم مطلوب ليوم الحساب. عيني 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 لوفا وفا ويلا يا للحرب الصلة. وبين الحرب والسلم مقطوع الصلة. حارب معي للدين تتعيش الصلاة. لولا البطولة في جديان مأمنة وفاروي أنا لولا رجل غازي وصلي لسعت بسمع قربتي وصلي قلت بالجامع تعبد وصلي وانا بحميك من شر الحراب. ابوي قلت بالجامع تعبد وصلي وانا رح حرر بلاد العراب. لا يا 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 وما لا يا لا لا يا وما. آخ طه النبي لو راح قرآن وبدا. طه النبي لو راح قرآن وبدا يا يهدي حاضر وبادي بدا. اوه يا هل ترى بالحرب يا ظالم بدا يما بوحي اهتم وبسلم اعتنى. اللي رادوا بالحروب الشر ما ياهم بشر. اللي رادوا بالحروب الشر ما هم عدول ولا روى المعمور. ما ياهم او لو ما يبتدوا بالحرب ما هم من نبي ولا سل سيف من الكراب. او لو ما يبتدوا الكفار ما هم النبي عالحرب او سل الشطاب. اقمار طه بالحرب لما بدوا بالشرق عرفوا الناس شو عنا بدوا. اوف ما زال اهل الدين بالقوة وما زال اهل الدين بالقوة. بدو شو رجعك للخلف تمشي بجيشنا. ان كنت سلم السلم ان كنت سر السلم رح قول يا سر السلم ما كان شر وشر. يا سر ان سمع قولك ابو عمار يا سر بسيف زت راسك عجلة. يا بابا يا 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 لو بالجهل زدت بطولها
بالسلم غايات البعيد بطولها، او بالحرب لو عشت الحياة بطولها، كلمة غشينة وما حدا فيها اعتنى. كان البيت عمي يرحم البندقية بي عمي يا غصن زيتون عنوان الكتاب هيلي يا خيال البندقية بي عمار غصن زيتون عنوان الكتاب يلي جمعت البر بالحاصل أبر موسم هداك بموعد الجائع أبر يمكن من اللي سالموا آخد أبر نحنا فدائيين كل رجالينا شعبي وناسي نور مجد الحرب شع بي غصن زيتون ما فات شعبي رجعنا للمتاريخ رجعنا للوضع رجعنا للوضع وساح الأحراب أبوي غصن زيتون ما فات شعبي رجعنا للوغى ومر الحراب اوف لا ذات في حربك ولا صفيت عين لا ذات في حربك ولا صفيت عين لكن انا فجرت منها السلم عين بالحرب صاير عم تشوف بفرد عين مفرقة خل من الخصيم بربعنا وخلاخ جينا للمعاني نحط من خل بمعنى حربك الميزان من خل إن جينا للمعاني نحط منخل بمعنى حربك الميزان من خل ما عدت فرقت بين الخصم من خل وعلى العمي عم تفطش بناي أهل لي أهل الوف أوف ويهلا قلك عهند بترجع تفتش عمي مثل اللي راح يعمر بيوته عمي ولولا ما جفنك ولولا ما جفنك عن مواقفنا عمي ما سالمت هلسة ومو عبلادنا يا روح استنفري وروحي يا صفي لصفي
تطفل سالم الأعداء يصفي يا ناطر بيجن حسابك يصفي سباق يا ناطر بيجن حسابك يصفي هي سكوت عليك أحلى من الجواب ليني 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 يوم لا لا لي علي عيني آخ بدك حرب لكن ما عايش عدد عمرك رخى وبتعد أيامك عدد بدك حرب لكن ما عايش عدد عمرك رخى وبتعد أيامك عدد شو ولفت إلها عدد كله كلام ولطحن بالمطحنة عمره ما نبت لك زهر نادي عم تدق النفير الكل نبت لك زهر نادي وانا اشرف الي بالسلم نادي وده واحد خان والثاني كذايا علم ونضرم جمار الحرب في قمة علم الكلمة اللي فيها مقدرة بتحمي علم بكتير أحلى من كلام الخيخنة انطرد للجو راعي السيف حالك جعل فجرك بعينك ليل حاليك رضينا بالجواب انعتت حالك عرفنا اللي صدق واللي كذاب ليلي 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 يوم ليلي ليلي يوم يا أنور انور زايدي نفسك بطلها بحربك والندى الهاطل بطلها حرب تشرين لا تعمل بطلها وعبيد لبقى الدق لبوايا حرب تشرين لا تعمل بطلها وعبيق بالسلم تقرع البيان يا ابو ليش وصابك صايبك بالحرب ابطال انا انسان للابطال ابطال النجوم تشرين لولا بأس ابطال العروبة ما عرف صف الحساية يا عيني يا عيني يا عيني يوم للي عيني يوم الحرب والسلم مثل البحر
عنه فيها ناس جنوا ناس عنه ليلي اخي الاسد بالحرب نادى بس عنه انتحى البترول الاسد بالحرب نادى بس عنه انتحى البترول او سد الابواب من القلك خدود السمر كلي بدمعة صابها من السلم كلي ومين الحرر الجولان كلي سلم او حرب مصر العرب جاي يا با الحرب عنها الضمير الحر حر مثل ما السلم جمر ونار حرة وحتى تصبح فلسطين حرة بيبقى السلم رسمال العراية يلي سالموا وراحوا وفاتوا الحقيقة وشيخهم شفنا وفاتوا على لبنان يلخشوا وفاتوا ليش حربتهم هات الجواب لعيني وعلى لبنان يلخشوا وفاتوا ليش حربتهم هات الجواب على لبنان مال الدو عالدو على لبنان مال الدو عالدو والولف مثل الخصم ما بريد عدو ليه لا تنسى الردع على لبنان عدو حتى يحققوا سلم العراض القنابل ابدي ما اسقي حسامك والقنابل يا ابوي ولولا من المدافع والقنابل معانا ما صفيات الحساب